أهلا بكم. كورال رانا جوقة موسيقية نسائية عربية يهودية مشتركة، يعبرن من خلالها عضواتها عن حبهن للموسيقى والغناء واحترام الآخر والرغبة في التعرف عليه. وتنضم إلينا، أرحب إذن بضيوفي علياء حطاب وركيفة لبيد وميكا داني. أهلا وسهلا فيكم معنا. ميكا، بداية يعني حضرتك هيك كقائدة هذه الفرقة، ميكا بتخلال أتك أخرجت الفكرة من إقامة جوقة رانا؟ أوكي. نعم، انتقلت لأسكن في يافا قبل 14 سنة، وكانت هذه مناسبة جيدة لتغيير في حياتي للوضع العام. وبعد أن أنا كنت موسيقية، افتكرت أن فرقة موسيقية نسائية وإقامة العلاقات الموسيقية وبواسطة الغناء ممكن إقامة العلاقات مع الآخرين، كانت هذه هي الفكرة وهكذا بدأت. جميل. علياء، صار لكم شيء 10 سنين تقريبا، كمان شوي مزبوط بصير صار لعمر الجوقة 10 سنين. احكي لنا كيف كانت يعني قصة انضمامك للجوقة؟ قبل 9 سنين سمعت على إقامة هذه الجوقة. نعم. وسمعتها عن طريق عاملة اجتماعية، عاملة جماهيرية. سألت، هي كانت تعرفني من قبل، وكنت أنا أغني بالرحلات بالصف وكوني معلمة يعني. كانت هي كمان تلميذتي هذه. سمعت إنه بدهم يقيموا هذه الجوقة، وسألتني إذا بتحبي تنضمي. قلت لها أنا بحب أنضم، وانضميت. رحت عملت أوديشن عند ميكا داني وكمان واحدة كانت، وعملوا لي امتحان وزي وكأنه امتحان. وين قبلتي؟ وين قبلت؟ 20 امرأة مظبوط تقريبا؟ 20 امرأة، بتقدر تقولي تلت وتلت وتلت، تلت مسلمين تلت مسيحية وتلت يهود. رائع. ركيفة، شو هي ردود الأفعال على العروض اللي بتقدموها؟ رجعت مؤخرا من فرنسا، عروض كمان بالبلاد وخارجها، كيف بتكون ردود الأفعال بشكل عام؟ ما الذي حدث هو مثير الدهشة. الغناء المشترك لم نولد معا، ولكن الغناء معا، وتقدمنا وقد تعلمنا أيضا الاستماع الواحد للآخر، وهذا ينقل الرسالة إلى الجمهور، أيضا المشاعر، ويقول الجمهور بأن هذا الغناء ويسبب البكاء، ويقول بأنه بالرغم منه لم يفهم الشعر، ولكن كل المحبة التي تظهر على المسرح هي تظهر في الغناء. نعم. طيب ميكا، احكي لنا عن المواضيع اللي بتطرحوها بغنائكو ونوعية الأغاني، كيف تختاروها؟ نحن نغني عن المواضيع، عن كل شيء، عن كل مشاعر الإنسان. لا نغني عن السلام، عن الحب، عن الطبيعة، عن الأولاد، كل موضوع يهم. نعم. الإنسان. جميل. يعني إحنا عم نشوف كمان بالخلفية هيك مقاطع من كليب اللي قدمتوه، وكمان لما يكون جاهز عنا مقطع رح نعرض كمان مقطع من الكليب حتى نتابعه سويا. إذا جاهز احكولي عشان هيك نعرضه كمان الناس تتعرف أكثر على نوعية الغناء اللي بتقدموها. إذا مشاهدين، خلينا نتابع مقطع من كليب لجوقة رانا ومنعود.
ليقتل فيها ابنا الغالية. I didn't raise my boy to be a soldier, I brought him up to be my pride and joy. Who dares to place a rifle on his shoulder to shoot some other mother's darling boy? It's time to let the sword and gun away. Laila Aima Yakfirha, Laila Zba'a Yakfi'adha. Kulu, kulu, la tahmilu sila. לא היו מלחמות כבר עתה, לו כל אם זעקה בשפתה. לא כולום מנדד בכולי לוגה, there be no war today if mothers all would say. إذن تابعنا مقطع هيك لأغنية لإلكو. شو اسم الأغنية؟ ما ربيت ابني ليكون جنديا، لو قدلت ابني ليوت خيال. وغنيته بثلاث لغات، عربية، عبرية، وباللغة الإنجليزية كمان. شو السبب إنه هيك يعني اخترتوا إنه تتحدثوا ميكا بثلاث لغات بالأغنية؟ الأغنية في الأساس كانت جزء من أغنية كتبت في الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى. وقد عثرت عليه بالفرصة بالمناسبة، ترجمته للعبرية والعربية، وضعنا لحن جديد. وضعت هذه الأغنية خلال الحرب الأخيرة في غزة على أساس الانحباط والغضب وعدم القدرة التي عشناها. وقد الرسالة هي لكي يتعرف عليها الكثير من الناس. العلاقة الشخصية، يعني حكيتي لي 20 امرأة، بصير في مشاكل بصراحة؟ طلعي العيلة، لو إن عيلة عن جد يعني إلا يصير أكيد. إحنا أول ما تعرفنا على بعض ما كناش فاهمين بعض، كان في كتير يعني تحفظات. مثلا زي مثلا نقول مثلا أنا بشعر، مثلا أنا بشعر إنه لما الأخت اليهودية تبعت ابنها على الجيش، نعم، وأنا ابني بنبعتش على الجيش، نعم، لأنه عربي، وهي ابنها بدها تضحي فيه. ولما أجي أسمع إنه ما ربيت ابني ليكون جنديا، فأنا ما بتحكي لإلك الأغنية، تحكي لإلي زيادة عن اللزوم، لأنه أنا كمواطنة وعايشة بهذه الدولة وأنا ببعتش ابني. طب هي كيف بتشعر لما هي بتبعت ابنها؟ بوجعني زي ما بوجعها، بحس انه هي بتضحي بابنها وانا بديش اضحي بابني. اذ هي بتصير تغني معاي وتقول انه هي بدهاش، هي بدهاش. احنا بالجوقه كل واحدة بتحسي فيها كأم، يعني بتحسي بمشاعر الام اللي هي بديش اشعر فيها، معلوم بشعر فيها كأم. وهذا بوجعني انه مش انا بدي ابعت ابني عشان يحارب، بس أنا كمان بربيهوش عشان يروح يحارب. أكيد. أنا بدي أربيه عشان يكون بيناتنا سلام، أنا يكون بيناتنا محبة، يكون بيناتنا شعور بالإحباط اللي كيف بتسمع. العلاقات بيناتكم اليوم هيك الشخصية؟ أحلى علاقات، أحلى. يعني بعيداً عن المسرح وعن العروض. ما إحنا هلأ صرنا نحس مين اللي عيد ميلادها وبنرمح مين اللي هادي اللي مثلا بدهم يطهروا حدا بالروح، بدها تجوز بنتها بالروح، بدها تجوز ابنها بالروح. زي ما اجوا عندي بالافراح، وكمان بيشاركونا بالاطراح، ماتت اختي اجوا عندي ويعني عزوني باختي. انا بروح عندهم لما واحد مات ابنها ولا ابن اخوها. في علاقات انسانيه، العلاقات يعني الانسانيه بيناتنا اتطورت الى حد اللي انه يعني بنشعر ببعض كثير. النساء بيقدروا يعملوا التغيير، صحيح؟ بس من عندنا رح يطلع السلام، من النساء، من النساء وبس، لانه احنا بنآمن انه النساء هن
صانعات للسلام. ميكا منرشحكو للدخول بالسياسة؟ لا لا احنا لا بعيد عن السياسة. احنا بعيد عن السياسة. لانه مين بدي يجيب بالسلام. احكي لنا قديه بتشوفي انه التعايش قديه هاي جوقعة فعلا عززت والموسيقى عززت التعايش بين افراد الفرقة. الموسيقى لأي مدى عززت التعايش بين افراد الفرقة؟ زي ما قالت رشيفة من قبل، المبدأ الأول هو الاستماع إلى الآخر، إلى من يقف إلى جانبك، ويجب التكامل والحوار. الغناء المشترك تعني الاشتراك المشترك. نحن نشعر بالمصير المشترك. انا بدي اشكركو جملي مش با بودي ان نوضح كل شيء. لا اريد ان اظهر باننا جئنا لاننا هنا معا، ولكن الفكره هي نحن نحب الغناء ونحن نحب ايضا الاستماع الواحد الى الاخر. شكرا جزيلا لكم على جرعه الامل الكبيره اللي اعطيتونا اياها اليوم. ميكا داني، ركافة لبيد وعليا حطاب، شكرا جزيلا لكم من جوقة وكورال رانا. مشاهدينا في منوعات الختام، النجم وائل جسار يهدي جمهوره عيد